وهذا يندرج مع سياسة رئيس الجمهورية لم يخطأ عندما قال الجزائر قوة ضاربة يعلم ما فيها وما ما هي إمكانياتها. إذا نظن اليوم الناس كامل يقتنعوا كيشوفوا واحدة مثل هذه كما زرناها اليوم يقتنعوا بأن هناك قوة حقيقية لتخلينا نكون في منأى عن التبعية بالنسبة للمحروقات وعن التبعية بالنسبة ما نستورده من الخارج. اليوم التفكير كله ينصب نحو التصدير، تصدير المنتوج الجزائري ذا جودة عالية، والحمد لله باش احنا نكون الولوج في الأسواق هذه لازم تكون عامل كما هذه وأكثر. وكل شفنا اللي يهمنا احنا هو هذا الاستعداد نتاع كل المستثمرين وال يعني مادام الثقة رجعها لهم السيد رئيس الجمهورية الاستعداد تاعهم للعمل قصد رفع من حجم الانتاج وقصد لقصد تلبيه الحاجيات الوطنيه وقصد التصدير اساسا. قد ما ان شاء الله نخدموا قد ما ننشطوا نقلصوا من فاتوره استيراد نزيدوا في فاتوره التصدير، وهذا اللي يجعل الجزائر قوه كبيره وهذا اللي يخلي الشاب وشفناها يعني من ناحيه ثاني كذلك بعض من التصريحات تاعهم اراهم كلهم رضا وكلهم مقتنعين اذا بهذه السياسه كما هو الحال بالنسبه لكل المستثمرين. اذا هكذا استرجعنا ثقه وهكذا هي الجزائر التي دائما تمضي قدما الى الامام.